السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أجمل تحية نهديها لكم أعزائنا مشاهدي قناة كويت سبورت في كل مكان، ويسعدنا أن نكون معكم في حلقة جديدة من برنامجكم اليومي عالم الصحافة لتسليط الضوء على أبرز ما طلعتنا به الصفحات الرياضية لهذا اليوم من مواضيع متنوعة، فأهلا وسهلا بكم معنا. أهلا وسهلا بكم من جديد. تستأنف منافسات دوري فيفا هذا المساء، حيث تشهد المرحلة العاشرة 4 لقاءات، ولعل المواجهة الختامية هي الأبرز والتي ستجمع بين نجوم العميد وسفير العدالية. وفي شأن آخر، فقد توصلت إدارة الكرة بالقلعة الخضراء إلى اتفاق نهائي مع مسؤولي النادي الجليب من أجل ضم أحد المهاجمين البارزين خلال فترة الانتقالات الشتوية. وسط ضغط في برنامج المسابقات، تتواصل منافسات دوري فيفا لكرة القدم بإقامة الجولة العاشرة والتي تنطلق اليوم ب4 لقاءات، على أن تستكمل غدا بالمباريات الثلاث المتبقية. وتفتتح الجولة بمواجهة تجمع بين التضامن والعربي وبرجان والساحل والجهراء وخيطان، فيما تختتم السهرة بلقاء قمة بين كافما والكويت. دخلت صفقة انتقال مهاجم النصر عبد الرحمن باني لصفوف العربي مراحل متقدمة بعد توصل الطرفين لصيغة اتفاق بشأن المقابل المادي نظير إعارة المهاجم الدولي إلى صفوف العربي لمدة 6 شهور ليكمل الموسم الجاري مدافعاً عن ألوان الأخضر. وكانت المفاوضات قد وصلت إلى طريق مسدود بين الطرفين خلال الفترة الماضية بسبب عدم التوصل لصيغة تفاهم بشأن المقابل المادي للصفقة، حيث تمسك النصر بطلب التي لم تتوافق مع ما قدمه العربي. أكد حامي عرين فريق كرة اليد بالقلعة البيضاء أن في حال عدم تأهل الأخضر للدوري الممتاز هذا الموسم سيفقد الدوري فريقه، نظرا لما يمتلكه الأخضر من قاعدة جماهيرية كبيرة وكذلك نجوم من طراز رفيع. وبالتحول لشؤون الكرة، كرة الطائرة بالقلعة الصفراء، يبدو أن الأصفر يمر بفترة حرجة للغاية قبل مواجهته المهمة أمام فرسان القصر الأحمر، والتي يتطلع من خلالها الملكي لحصد النقاط للابتعاد عن شبح الهبوط لدوري الدرجة الأولى. أكد حارس مرمى الفريق الأول لكرة اليد بنادي الكويت أحمد الفرحان أنه في حال عدم تأهل العربي إلى الدوري الممتاز مع الخمسة الكبار سيفقد الدوري حلاوته، لما يضمه الأخضر من لاعبين مميزين في جميع المراكز إلى جانب القاعدة الجماهيرية العريضة التي تزيد من حلاوة المباريات، مشيرا إلى أن الفرصة حسابيا ما زالت سانحة للأخضر بالتأهل بشرط عدم التفريط في المباريات الثلاثة المقبلة إلى جانب خسارة منافسيه في بعض المباريات. أكد مدرب فريق القادسية للكرة الطائرة التونسي محمد كعبار أن أمامه اختبارا صعبا ومهما في الوقت ذاته للابتعاد عن شبح الهبوط لدوري الدرجة الأولى وتأكيد بقائه بين فرق الدوري الممتاز عندما يلتقي نظيره الجهراء الخميس المقبل في بداية القسم الثالث من الدوري. وقال كعبار في تصريح للجريدة أن الأصفر يمر حاليا بظروف صعبة جدا تتمثل في غياب 5 من لاعبيه الأساسيين لأسباب مختلفة. أعزائي المشاهدين، فاصل آخر وبعد ذلك نستعرض الصحافة العربية.
أهلا بكم من جديد. دخل عميد جدة في مفاوضات جادة مع مسؤولي النجم الساحلي التونسي من أجل الاستفادة من خدمات أحد المدافعين المميزين، ومن المنتظر أن يتم حسم انتقال اللاعب في القريب العاجل، لا سيما بعدما وصلت المفاوضات لمراحلها النهائية. ومن بلاد خادم الحرمين الشريفين ننتقل لمملكة البحرين الشقيقة، فقد أنهت إدارة النسور إجراءات التعاقد رسميا مع أحد المدربين المصريين ليقود الأحمر في القسم الثاني من عمر الدوري البحريني. دخل نادي اتحاد جدة السعودي في مفاوضات مع النجم الساحلي التونسي من أجل الحصول على خدمات عمار الجمل مدافع الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية. وعلمت الوطن السعودية من مصادر داخل النجم الساحلي أن المفاوضات بين الناديين وصلت لمراحل متقدمة لإتمام الصفقة، خصوصا أن إدارة النادي التونسي لا تمانع التفريط في الجمل. أكمل الأهلي البحريني تعاقده مع المدرب المصري محمد عبد العظيم لقيادة الفريق في مرحلة الإياب بالدوري البحريني، وجاء التعاقد مع عبد العظيم خلفا للمدرب التونسي السابق فتح العبيدي الذي تم إعفائه من مسؤولية الإشراف على الفريق بسبب النتائج التي حققها الفريق في القسم الأول للدوري البحريني. ووقع محمد عبد العظيم على العقد الرسمي مع إدارة الأهلي بعدما وصل إلى البحرين. وبهذا الشأن مشاهدينا الكرام نرحب عبر اتصال هاتفي بالإعلامي البحريني السيد عبد الرسول حسين. أستاذ عبد الرسول، بداية نرحب فيك ونقول كل عام وأنتم بخير وأهلنا في البحرين. طبعا بداية، ما هي الأسباب وراء إقالة الأهلي البحريني المدرب التونسي فتحي العبيدي؟ مساء الخير أخوي، طبعا مبارك لكم ومشاهدين تلفزيون الكويت. وطبعا بالنسبة للموضوع إقالة المدرب التونسي العبيدي والتعاقد مع المدرب المصري، في الواقع هي جاءت مع نهاية القسم الأول من الدوري، واللي طبعا الأهلي عاد إليه هذا الموسم بعد ما قضى عدة مواسم في دوري الظل. طبعا الأهلي كان يطمح حقيقة في الواقع، وهناك الكثير من التعاقدات سواء المحلية ولا أجنبية تمت. نعم. قبل هذا الموسم، والفريق يمكن نتائج كانت بداية جيدة، وكان يعني حتى الجولة الثالثة كان هو أحد أطراف المنافسة على الصدارة، لكن بعد ذلك طبعا كانت المستويات متذبذبة، وفي الواقع هو أنهى القسم الأول في المركز الخامس بطبعا فارق نحو 5 نقاط عن الفريق الصدارة، وهو فارق ليس بالكبير، ولكن أعتقد أن النادي الأهلي ربما استغل فترة هذه. طبعا توقف الدوري حاليا، الدوري البحريني راح يتوقف طبعا مع نهاية القسم. هل محمد عبد العظيم هو الأنسب برأيك لقيادة الأهلي؟ هو في الواقع خلال الأيام الماضية كانت هناك جهود كبيرة من إدارة النادي الأهلي للتعاقد مع مدرب آخر، كانت هناك مفاوضات تمت مع مدربين محلي بحرينيين وأيضا مع أجانب، من بينهم طبعا كان مدرب نادي البحرين، وهو أحد طبعا اللي يزيل الترتيب، المدرب صربي دراغان، وحقيقة تمت المفاوضات معه لكن اعتذر عن قبول المهمة واستمر مع فريقه. أيضا كان هناك مفاوضات مع مدرب آخر خارج البحرين صربي سبق له عمل في البحرين، لكن أيضا تعثرت هذه المفاوضات، وبالتالي النادي الأهلي أوكل المهمة مؤقتا إلى طبعا ابن النادي اللاعب السابق صادق علي بفترة مؤقتة، وأشرف على الفريق في مباراتي كأس الملك الدور 16 ودور 8. طبعا الأهلي خرج في دور 8 على يد فريق الرفاع، وبالتالي الآن الفريق يركز جهوده على الدوري، وهو يعمل حقيقة استثمار. يعني لو لاحظنا أخوي الكريم أن الإدارة حرصت على أن يأتي محمد عبد العظيم في هذه الفترة، مثل ما أشرت إلى أن هناك توقف فترة الدوري، وربما استثمار هذه الفترة بمحمد عبد العظيم. نعم. ليتعرف على الفريق ومن ثم الإعلامي البحريني عبد الرسول حسين، كل الشكر لك، نتمنى طبعا كل التوفيق لأهلنا في البحرين وإلى النادي الأهلي البحريني. مشاهدينا الكرام نذهب إلى فاصل أخير وبعد ذلك الصحافة العالمية.
اهلا وسهلا بكم في الصحافه العالميه مشاهدينا الكرام، كما عودناكم يعني بدايه مع ضيفنا، ضيف مميز هو الناقد الرياضي الذي دائما يكون ضيفنا في الصحافه العالميه، السيد عبد العزيز جاسم. ابو سعيد كل عام وانت بخير، وهابي نيو يير مثل ما يقولون. انت بخير وصحه وسلامه، واهني المشاهدين بالسنه الجديده، وان شاء الله تكون سنه سعيده بالرياضه المحليه وان شاء الله بالرياضه العالميه. اللي يشجع فرق ان شاء الله حقول الالقاب مع نهايه الموسم. اللهم امين، ان شاء الله الرياضه المحليه. ان شاء الله الرياضه المحليه، نتمنى السعاده تكون في الرياضه المحليه اكثر من العالميه طبعا. نعم، عموما نذهب الى نبدا فقرتنا من الصحافه العالميه. كانت بدايته غير مثاليه مع الشياطين الحمر، وقال البعض لقد انتهى تدريبيا، ولكن سبيشال 1 بدا يستعيد ذكرياته الرائعه ويحقق الانتصارات المتتاليه. فيما خرج الفيلسوف الاسباني بتصريح صدم فيه محبيه بقوه. اما المدير الفني للريدز فاعرب عن انزعاجه من رجاله اثر تعثرهم الغير مبرر على حد تعبيره. استعد جوزيه مورينيو مدرب مانشستر يونايتد توازنه بعد البدايه الصعبه له مع الفريق، وقاد سبيشال 1 الشياطين الحمر للانتصارات على ويست هام يونايتد، محققا الفوز السابع على التوالي بكل البطولات هذا الموسم، فضلا عن اطول سلسله انتصارات له منذ قياده ريال مدريد لتحقيق نفس الانجاز في مارس 2013. كما بقي اليونايتد تحت قياده البرتغالي صامدا ولم يتعرض للخساره على مدار 13 مباراه متتالية. فجر مدرب مانشستر سيتي بيب غوارديولا مفاجأة مضوية حول مسيرته التدريبية التي انطلقت موسم 2008-2009 مع برشلونة، مؤكدا أنها اقتربت من نهايتها. وقال بيب: سوف أكون في مان سيتي ثلاث أو أكثر من ذلك بقليل، لكني متأكد أن مسيرتي قريبة من النهاية. وأضاف الفيلسوف: السيتيزنت ربما يكون واحدا من آخر الفرق التي أشرف عليها، وربما يكون فريقي الأخير. تحدث يورغن كلوب مدرب ليفربول بعد تعثر فريقه أمام ساندرلاند بالجولة 20 من الدوري الإنجليزي، ونشرت صحيفة الأكسبريس تصريحات كلوب الذي قال: لست قادرا على شرح ما حدث لأنني لا أجد تفسيرا لما رأيته. وتابع: يمكننا لعب كرة قدم أفضل، ولا أعرف ما هو الشعور عندما يكون لديك كافة القدرات لتحقيق الانتصار ولا تفعل ذلك. اهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام. طبعا ضيفنا السيد عبد العزيز جاسم. عبد العزيز، بدايه مورينيو يحقق فوزه السابع على التوالي بكل البطولات، كيف ترى هذا الامر؟ 13 مباراه دون خساره، يعني وين الاشادات؟ نقدر نقول وين لما كان يطيح خساره من تشيلسي ب 4-0، ولما خسر من السيتي، ولما تعثر في اكثر من مباراه، وين الانتقادات اللي كانت تطل مورينيو؟ والان وين الاشادات؟ احنا سوينا الاشادات مورينيو حاليا، سلسله انتصارات مميزه، 7 انتصارات، 5 من بينها في الدوري. اعتقد ان اللي قاعد يسويه مورينيو الان هو رد على جميع منتقدي في السابق. انا قلت لك وهني اكثر من مره طلعت، قلت لك مورينيو ممكن راح تشوفها بعد نصف الموسم، صحيح، او تشوفها في الموسم، صحيح، انا اتذكر هذه او تشوفها في الموسم بعد، قلت له انطر عليه شوي. نعم، قلت لك مورينيو انطر عليه شوي، ما يصير انت تجيب المدرب وتقول له عطني نتائج سريعه، صح، حتى لو كانت في نتائج سريعه. احنا راح نعرج بعد شوي على غوارديولا، حتى لو في نتائج سريعه ومبهره راح تطيح في نص الموسم او في اخر الموسم، لكن مورينيو يحب البناء من تحت، يبدا حتى لو كان في انتقادات في البدايه، لانه واثق من نفسه، هو مدرب واثق من نفسه واثق من قدراته. 13 مباراه وتقريبا باقي له مباراه ومباراتين، يعني عادل رقم فيرجسون في عدم الخساره، اعتقد يمكن رقمه 15 او 16 يعني اذا ما خانت الذاكره. فاعتقد الارقام اللي قاعد يحققها مورينيو ارقام مميزه. انا اشوف انه ممكن حاليا الان طموحه واضح انه يدش ضمن البيج فور، لكن تحقيق لقب الدوري انا اقول امر صعب جدا 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 في ظل الطفره الكبيره لتشيلسي. منو تتوقع انه يجيب لاعبين من يعني خصوصا في الميركاتو الشتوي طبعا؟ والله هو يعني في لاعبين يبي يبيعهم، هو يمكن ممفيس ديباي كان له تصريح عليه في وقت سابق، قال انا ما لعب اذا كان في لاعب خارج الحسابات، ممكن ليش تلعبه وهو خارج حساباتك؟ انا اعتقد انه هو حاليا قاعد يمشي في الطريق الصحيح، اللاعبين اللي موجودين عنده قاعد يؤدون الغرض اللي هو يبيه.
اخيرا يعني في يعني قيل عن لاعب ويست هام عبد العزيز اسمه ديمتري بايه، يعني البارحه طلع راح سلم عليه بعد. يعني بايه هو اللاعب الوحيد حاليا ويست هام، ويست هام ترى نتائجه متذبذبه الفتره الاخيره. صحيح. فاعتقد انه يمكن ويست هام راح يطالب مبلغ كبير، وبايه انت تعرفه يعني كان في المنتخب الفرنسي، كان هو تقريبا مع جريزمان نجوم المنتخب الفرنسي، كان يمكن ظهوره اكثر من بوجبا كان. صحيح. فاعتقد ان المبلغ ممكن في انتقالات شتويه راح يكون اعلى من انتقالات صيفيه. لا 25 لا مستحيل، 25 30 25 30 الحين تشتري لاعب من دوري مغمور، ما تشتري من الدوري الانجليزي ولاعب معروف. فاعتقد هذه المبالغ ما عادت موجوده في الكره الانجليزي. يعني انت حط الحد المينيموم 50 وفوق حاليا في الدوريات الانجليزي. لا ما يقولون بالكويت 50 وينجز 50 وينجز. انا قاعد اشوف ان بايا ايضا حاليا مورينيو انا اتوقع انه ذكي، ممكن ما راح يجيب لاعبين، يبي يعطي الثقل اللاعبين الموجودين اللي عنده. عنده خيارات كثيره، هو سوى خيارات متاحه اكثر من لاعب. انا اشوف انه هو بيصل بالاربع فرق حاليا الاولى، ومن ثم يتفرغ لليوروبا ليج. غوارديولا صدم الجميع صدمه مو طبيعيه. والله صدم نفسه يمكن بعد. والله ما ادري هو يمكن قبل لا ينام يعني تصريح اساس نقول حق المشاهدين، غوارديولا مشاهدي الكرام صرح بان خلاص هذه اخر سنتين او ثلاثه عبد العزيز، وراح ينهي مسيرته التدريبيه، راح يعني بالعربي يستغيل او يتقاعد تدريبيا. تعليقك؟ طبعا انا اقول يمكن قبل لا ينام قال انا شنو قلت صراحه. اتوقع يعني يمكن بعد المباراه كان مو عاجبه اداء اللاعبين، اداء الفريق بشكل عام، رغم ان الفريق مطرود منه لاعب يعني في الشوط الاول. فاعتقد انه كان المفروض يكون مستانس اكثر. شوف غوارديولا هو نوعا ما يعتبر مدربين، نعم صح العباقره داخل الملعب وايضا خارج الملعب، واضح انه يبي يشيل الضغط من الفريق ومستوى الفريق ويوجه اللوم وانتقادات او العالم، مو اللوم وانتقادات، الى نفس ما حدث مع ميسي مع منتخب الارجنتين. صح صح. فيبي يوجه العالم، هذه هم يبي يوجه العالم صوب غوارديولا ويبعدهم عن الفريق واداء الفريق، خصوصا ان اداء الفريق في الفتره الاخيره السيتي يعني لا ممتاز، مستوى جدا يعني عادي اقل من ونفس الطفره هذا اللي تكلمنا عليه. مورينيو بدا من تحت على اساس يرتفع. صحيح. غوارديولا بدا قوي من فوق. الكل حتى شوف محللين البرامج سواء كان الانجليزيه او العربيه كلهم كانوا يقولون هذا مان سيتي غوارديولا هذا لا يقهر، هذا افضل. صح. من برشلونه احنا صراحه بدايه الدوري. صح ولا الدوري. لكن اللي يعرفون بالكره الانجليزيه ويتابعون الكره الانجليزيه قالوا انطروا شوي. أيه. انطروا شوي الى الان. وشوف منو اللي شوف منو اللي ماشي صح، اللي كان عليه انتقادات بالبدايه ايضا كونتي. صح. فهو الحين ماشي كونتي صح. فانا اعتقد ان الصبر في كره القدم امر ضروري. انا اشوف ان غوارديولا اذا يبينه مسيرته بعد سنتين ثلاثه، مع احترامي للمؤيدين ويقولون عنا عبقري وفيلسوف، اعتقد عليهم تراجعون كلام، لان مو معقوله مدرب يبدا مسيرته التدريبيه 2008 وانت في 2019 في 2020 10 سنوات وتقول عنا عبقري. لا لازم يكون يعني في استمراريه، في استدامه باللاعبين، في بالمدربين واللاعبين ايضا. انشيلوتي شو يقول، بلغرين شو يقول، يعني انا هذا اللي بوصل لك اياه، انه لازم المدرب ايضا يكون في استمراريه. طبعاً. انت الان امام برشلونه حققت نجاح باهر، امام بايرن ميونخ عشاق وانصار بايرن ميونخ يقولون عنك انت ما يب دوري الابطال احنا نبي. الان مع السيتي انت ممكن ما تحقق الدوري. فاعتقد ان انت مسيرتك بدات تتراجع. هل الاستغاله تكون سبب تراجع او ترك التدريب سبب تراجع؟ هذا مراجع. هل هو خائف من فشل او يعني ما هذا اللي بوصل. ويبي ينهي، او هناك اسباب شخصيه هذا حسن اللي بوصل. انا عائليه وصحيه يعني احنا نبتعد عنها ما اتوقع. انا اتوقع ان المدرب يعني هو برشلونه يعني خيالي كان، رجع بايرن ميونخ نزل مستوى. انا وجهه نظري ولو انه حقق ثلاثه دوري يمكن تاريخ بايرن ميونخ ثلاثه. صح. دوري ورا بعض ما حد يابا مدربين يتكلم ولا مدرب ياب ثلاث دوريات مع بعض ورا بعض. اتوقع بس مو هذا الوهج مال برشلونه، مو هذا الوهج ايضا مال بايرن ميونخ. بايرن ميونخ كان مخيف، يخسر ثلاث مرات من الدوري الاسباني او يخسر من ثلاث فرق اسبانيه يخرج من قبل النهائي، ما كان يسويها في السابق يعني ما كان يخرج. يا الان السيتي قاعد يتراجع الفريق بصوره ايضا كبيره عما بدا فيه. فاعتقد انا واعتقد انه يشيل الضغط من الفريق واللاعبين ويوجه نحوه. نروح حق كلوب تصريحه، ايش رايك؟ والله كلوب هذا المدرب صراحه انا قبل شوي قبل هذا نسولف مع الدكتور احمد والزميل عمر المؤدين. نعم. ايه. قاعد نتحكى على الكلوب. انا قاعد اقول ان انت الحين ليفربول هذا كفريق وتشكيله، منو تبي اللاعب اذا كنت تشجع مثلا ريال مدريد او برشلونه؟ قالوا بس كوتينيو. قلت يا جماعه يعني واضح ان الفريق دور مدرب. صحيح. اللاعبين موجودين مع احترامي لهم يعني لاعبين
يعتبرون مو حجم ليفربول حجم يعني عفوا يعني بمعنى قصدك لو تحطهم بالميزان كل واحد على حده تشوفهم مقارنه بالباقي لا لاعبين عادي جدا مقارنه بان يونايتد والسيتي وتشيلسي وغيرهم من الانديه حتى توتنهام لاعبين فيها بالتالي هو قاعد يلعب طريقه ما فيها نجوم قاعد يلعب فيها لكن اللي قاعد المدرب قاعد يمشي صح وطريقته واضح ودائما يسيطر على المباراه ويكون متقدم لكن اخطاء اللاعبين الفرديه وفي بعض الاحيان اخطاء الحكام هذا امر موجود في كره القدم انا اقول ان كلوب يعني مع احترامي للمرشحين الدوري انا لا زلت مصر رغم انتقاد الجوارديولا قبل شوي لا زلت مصر ان الدوري بين تشيلسي ومان سيتي الى نهايه الموسم ليفربول وارسنال ومان يونايتد وتوتنهام يلعبون على كراسي متحركه ثالث ورابع ثالث ورابع حلو نذهب الى الخبر الجاي من الليغا يبدو ان اداره البارسا بدات تتحرك لايجاد خليفه انريكي وهناك تقارير كشفت عن رغبة المسؤولين بالكام نو في إسناد المهمة لمدرب التوفز الحالي وبالتوجه إلى مدينة ميلانو فأن بعض الأسماء اقتربت من مغادرة ملعب جيوسيبي مياتسا نظرا لعدم دخولها بحسابات مدرب الأفاعي توجد حالة من الغموض في جدران نادي برشلونة بالوقت الحالي لمعرفة مصير المدرب لويس إنريكي خلال الفترة المقبلة وكانت تقارير صحفية ذكرت أن إنريكي قد لا يجدد عقده وذكرت صحيفة سبورت أن البارسا تواصل مع الهولندي رونالد كومان مدرب إيفرتون الإنجليزي لمعرفة رأيه حول قيادة الفريق الكتالوني في الفترة المقبلة خلفا لإنريكي يستعد الثنائي رودريغو بالاسيو وفيليبي ميلو للرحيل عن صفوف انتر ميلان خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية أفادت صحيفة كوريري أن بالاسيو سيستعد لحزم أمتعته للانتقال لفريق أتلانتا بعدما أبدى اللاعب موافقته على اللعب هناك فيما وافق ميلو في الوقت نفسه على الرحيل لنادي بالميراس البرازيلي طبعا نرحب فيكم من جديد وضيفنا عبد العزيز جاسم من ناقد رياضي من جريده الانباء عبد العزيز كثرت الاقاويل بخصوص يعني هناك صار حكي وايد عدم مواصله انريكي مشواره مع برشلونه تعقيبك على الكلام والله شوف فريد انت كنت لاعب وتعرف المدرب اللي تقريبا نص الموسم ما تجدد معاه صعب راح يجدد نهايه الموسم صحيح. حتى اللاعب عاده صحيح. المحترف يعني اذا انت كنت تبي تحرص انك تدعي قبل انتقالات شتويه أيوة. عشان انه يكون باقي واضح انه انا اشوف ان انريكي يعني نوعا ما رغم انتقادات اللعبة في بعض الاحيان في بعض المباريات لكن مدرب صراحه افضل مدرب بعد جوارديولا مسك برشلونة كانجازات او كثبات في الفريق في المستوى كاختيارات اللاعبين انا اشوف انه عنده اختيارات بعد اليوم يعني اختيار لسواريز يعني ترى يعتبر اختيار مميز ايضا حتى يعني حتى في لاعبين هو اختارهم نعم ما توفقوا مع الفريق لكن بقول لاعبين مميزين عكس اختيارات برشلونه في الفتره السابقه انا اشوف انه انريكي من المفترض انه يستمر اذا كان برشلونه يبي يستمر بالانجازات لكن بشرط انه يدعمه في خط الوسط بلاعب مميز ارتكاز ثاني غير بوسكيتس لان بوسكيتس في الوقت الحالي ممكن يكون مساعد لانه نازل مستواه وايضا يحتاج الى قلب دفاع لكن تواجد عدم تجديد انريكي يضع الف علامه استفهام اتوقع انه راح يروح فريق ثاني. هل كومان المدرب الهولندي وكان لاعب برشلونة معروف منتخب هولندا راح يكون هو البديل المناسب لبرشلونة ولماذا إذا كان هو البديل المناسب؟ يعني هو شوف هو مدرب ممتاز في الدوري الإنجليزي وكان أكثر من محطة في الدوري الإنجليزي والآن مع إيفرتون أعتقد في المركز السابع ويعتبر شغله واضح ومدرب يلعب بالطريقة الشاملة شفته أكثر من مع فريق يلعب بالطريقة الشاملة تناسب برشلونة تبقى هو عارف الأجواء في كتالونيا كان لاعب عندهم سابق كان لاعب مبدع عندهم بعد فأعتقد أن كومان إذا ما أتى بعد أنريكا أعتقد راح يكمل المسيرة وممكن يكون أفضل بعد لأن عنده طرق دفاعية مميزة أنريكا أنا أشوف الطرق الدفاعية نوعا ما يعني ما كان مميز في الفترة السابقة فأعتقد أن كومان يعني من الأسماء المطروحة لكن أنا برشلونة قاعد أشوف نهجهم في السنوات الماضية بغض النظر عن المدرب الأرجنتيني أتوقع أن نهجهم كان مدربين شباب أو حاليا متواجدين في برشلونة يعني مدربين شباب صغار سن مو يعني من مدرسة برشلونة من مدرسة هو كومان يعتبر من برشلونة سبق لكن أتوقع أن سياستهم كانت المدربين الشباب أكثر يعني برشلونة بالأخير ما يحتاج مدرب وفي فرق يعني 11 لاعب تحتاج بس انك تختار ال 11 لاعب وهم ما شاء الله معروفين يعني عليك نور
انتر ميلان لي حق الكالتشيو طبعا. الانتر ميلان صار له سنتين يغربل اللاعبين يعني، ومن ما ادري يعني كثره الاغاويل عن بلاسيو وميلو، هل تعتقد انه يستحقان تمثيل انتر ميلان؟ ويعني ما ادري، في ناس تقول لا يستحقان تمثيل يعني. شوف انت هل مع هذا الراي؟ شوف فريق واحد عمره حاليا 33 والثاني 34 بلاسيو يعني في الحقبة الأخيرة يعني نهايتهم بعدين يعني. بلاسيو يوم كان بعزة ما كان نجم الواو مع انتر ميلان يعني. أنا أشوف أن انتر ميلان إذا كان يبي ينافس، هو حاليا في المركز السابع، إذا كان يبي ينافس في المواسم الجاية لازم عليه أنه يتعاقد، عفوا يحتاج إلى ضخ المال ويتعاقد مع لاعبين سوبر، أو أنه يتبع طريقة ميلان الحالية هي استخراج أو إظهار لاعبين لمدرسة الفريق المتواجدة. نعم. فأشوف أن فيليب ميلو حاليا أو بلاسيو كل واحد لعب فيهم من اصل 18 مباراه، لعب فيليب ميلو 4 مباريات وبلاسيو 6 مباريات ما سجل ولا هدف وهو يعني مهاجم، فاعتقد انه حتى واضح انه مو من ضمن خطط المدرب يعني. مباراه تكون فيها بديل طبعا، ما يكون كلاعبين اساسيين. فانا اقول انه يعني هذا يقول روح واستريح، هذا اثنينهم، هذا يرتاح الانتر وهم يرتاحون يلعبون في انديه ثانيه. لا والله هو يعني واضح يعني. شوف عبد العزيز، الكثير من اللاعبين اتذكر كنا نستغرب وممكننا صغار انه ليش من يوصل 30 يبطل. بلاتيني يابها حلوه، انا ذكرت صحيح، قال جسمي لم يعد يستجيب صح إيه لإرادتي. يعني انت عندك توافق عضلي عصبي مثل ما يقولون، هذا التوافق مع الاسف يصير في بينك جاب يعني. ورونالدو لما اعتزل قال جسمي لم يعد يتحمل صح، يعني خلاص انه عشان اصابته بركبه قال جسمي ما قام يتحمل عطاءات عقل يعني اشارات العقل. سبحان الله. فهذه كره القدم يعني. عبد العزيز جاسم الناقد الرياضي في جريدة الأنباء، كل الشكر لك، الله يعطيك العافية، وكان حوار جدا يعني جيد وأثريتنا فيه. الله يعافيك واشكركم على الاستضافة أبو حسن. مشاهدينا الكرام، وصلنا إلى ختام حلقة هذا اليوم، على أمل اللقاء بكم إن شاء الله في حلقة جديدة. حتى ذلك الحين نترككم في رعاية الله وفي حفظه، وكل عام وأنتم بخير.